نقلت وكالة رويترز عن عضو في حركة الجهاد الإسلامي قوله إن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين تركز على إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ذلك الإعلان جاء مع كشف إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة مسؤول إسرائيلي كبير للقاهرة في إطار مساعي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ومحتجزين. ومعنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. أهلا بك دكتور طارق. يعني نبدأ من إعلان حركة الجهاد الإسلامي عن وصول وفدها للقاهرة لإجراء يعني مباحثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، إذا ما تحدثنا عن أهم النقاط وأبرز الأوراق المطروحة من قبل الجانب المصري بالرغم من أنه لم يكن هناك إعلان صريح وواضح عن تلك اللقاءات ومضمونها أيضا. هو بالتأكيد طبعا القاهرة حضرتك بيتحرك في مسارات متعددة استكمال للجهود الدولية التي تحركت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل والنرويج وألمانيا وبولندا. كل هذه الاتصالات الأخيرة اللي تمت خارج الإقليم من الواضح أنه هناك نقل للتفاصيل الخاصة بدولتي الوساطة مصر وقطر. مصر استقبلت وفد حركة حماس منذ عدة أيام، وتم بلورة رؤية خاصة بشكل الهدنة الإنسانية المحتملة وعدد من الأسرى الذي يتم الإفراج عنهم، والمقترح بطبيعة الحال من 30 إلى 40 اسم، وتم الاتفاق على الإطار العام مع حركة حماس. زيارة الجهات تتمم الجهد المصري وحالة الزخم المصرية الكبيرة في هذا التوقيت، لأن القاهرة بتتحرك أيضا تجاه الجانب الإسرائيلي لنقل هذه الرسائل. هل هذا الجهد بيتم بشكل منفرد، بيتم بالتنسيق مع الجانب القطري؟ الهدف هو إحداث اختراق مباشر في مواقف حركتي حماس والجهاد. حركتي حماس والجهاد وحماس على وجه الخصوص طلبت شرطا رئيسيا، وهو الانتقال من بالهدن الإنسانية والتدريجي إلى وقف كامل لإطلاق النار. وقف إطلاق نار هو الشرط الرئيسي ل حركة حماس بهدف الضغط على إسرائيل في هذا التوقيت. رد إسرائيل على هذا الطلب هو أنه لن يكون هناك وقف إطلاق كامل إلا بعد استيفاء حركة حماس. شرط الرئيس هو الإفراج الكامل عن مجموع الأسرى. الطرفين صعدا بطبيعة الحال إلى قمة الجبل. الآن القاهرة تحاول تقريب وجهات النظر، النزول بشرط التصعيد في المفاوضات إلى خيارات توافقية. يدعم الجهد المصري في هذا التوقيت الأشقاء القطريين والولايات المتحدة عن قرب. هناك تجاوب إسرائيلي مما يجري، لكن بطبيعة الحال علينا أن نميز بين أمرين، بين ما تطلبه إسرائيل من موضوع الهدن الإنسانية المتتالية وربما فتح مسار لعدة أيام. كان الحديث حضرتك على 48 ساعة 72 ثم أسبوع. حديث حركة حماس أنه ربما يمتد لأطول مدة معينة لإفساح المجال أمام تبادل الأسرى. سقوط عدد من الأسرى بالفعل في المواجهات الأخيرة هيضغط على الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما نقل بطبيعة الحال إلى الجانب الإسرائيلي من الجانب القطري والمصري، بمعنى أنه إفساح المجال لمزيد من مجال التعاون. الجانب الأمريكي ليس بعيد حضرتك مما يجري. الإدارة الأمريكية لديها أيضاً مسارها، والمسار يكمل الحركة القطرية المصرية في هذا التوقيت. لكن هذه المسارات دكتور طارق، يعني هل من الممكن أن تأتي بنتيجة خلال ساعات أو أيام؟ يعني هل نتوقع أن يكون هناك هدنة من بعد هذه الزيارات إذا ما تحدثنا عن الغد، بعد غد، الأسبوع المقبل؟ يعني هل من توقيت؟ يعني من الصعوبة أن نقول هذا، لأنه أيضا تفكير القاهرة في المسار تراك 1 وتراك 2، معنى أنه المسار الأول هو المسار الجاري الآن، لأنه هناك أيضا ربما ترتيبات لإدخال السلطة في ما يجري، لأنه الجانب الإسرائيلي يريد أيضا الاطمئنان على الإطار الترتيبات الأمنية بإدخال قوة فلسطينية على الأرض في القطاع. و موضوع أنه عدم التعامل مع السلطة وغيره كلام في الميديا الإسرائيلية وعلى لسان المسؤولين الإسرائيليين، لكن هذا غير صحيح.
القاهرة بتتكشف أيضا مواقف الترتيبات الأمنية، بمعنى معرفة ما الذي يجري بطبيعة الحال من مخطط إسرائيلي. القضية ليست حضرتك في التشابك في منطقة الممر، ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين كما تعلم، لكن في جملة الترتيبات الأمنية لإسرائيل تريد أن تقوم بها حتى هذه اللحظة. الحديث عن إقامة منطقة عازلة في الجنوب ربما تجد بعض الصعوبات في التنفيذ، لن تقدم إسرائيل عليها حتى الآن لأن هناك تحفظات كثيرة أمريكية وأيضا ضغوطات قطرية مصرية في هذا الإطار، بمعنى عدم اللجوء إلى الخيارات الانفرادية منعا لتصادم الموقف. القاهرة أيضا نصحت قيادات حركة حماس والجهاد بعدم يعني الإقدام على أي إجراءات من جانب واحد، خصوصا وأنه التهديدات الخاصة باستئناف سياسة الاغتيالات كانت مطروحة بقوة لولا التدخل الأمريكي المصري في هذا الإطار. وبالتالي القاهرة بتتحرك في إجراءات وتدابير بعضها شكلي وبعضها جوهري. الجوهري ما يهم القاهرة الآن هو التوصل إلى هدنة إنسانية يتم الإفراج فيها. الموقف النهائي الحديث عن من 30 إلى 40 عنصر مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى على الجانب الآخر. حتى الآن لا يوجد تقبل إسرائيلي لفكرة الإفراج عن القيادات التاريخية، يعني كلام عن مروان وعن أحمد سعدات وغيرهم، طبعا ده ولا طرحه في الميديا الإسرائيلية، لكن ليس له أساس من الواقع. الحديث عن عدد كبير ربما يصل إلى 200 عنصر من النساء فقط في هذه الجولة، لكن الإطار الزمني غير محدد حتى الآن. لكن ربما يتسع التحرك المصري القطري وأيضا الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وربما تدخل الإدارة الأمريكية على الخط في توقع أن مسؤولين أمريكان سيزوروا القاهرة والدوحة، ربما يتم الاتساع في هذا الإطار، ده هيتضح خلال 48 ساعة المقبلة. نعم دكتور طارق، يعني أسأل بخصوص التوقيت، يعني بحسب ووفق تسريبات عن مصادر قريبة بوفود المقاومة، يعني تم الحديث عن مبادرة مصرية تتضمن 3 مراحل لوقف إطلاق النار لأسبوعين أيضا قابلة للتمديد. يعني وأيضا كان هناك الملفت أن التسريبات تحدثت عن إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، وهو أنت يعني ما جئت على ذكره من خلال إجابتك قبل قليل. برأيك الوقت الآن هل يتطلب يعني البحث في ملف المصالحة أيضا؟ لا يا سيدي، هذا الملف غير مطروح بالمرة. الحوار الفلسطيني أو حوار المصالحة غير مطروح في مثل هذه المفاوضات. هذه اجتهادات من بعض المصادر المختلفة سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية، لكن بالفعل في اتصالات ما بين حماس وبين حركة فتح، وهذه الاتصالات برغم إنكارها من جانب فتح لأنها موجودة وقائمة. حماس يا سيدي تريد أن تحجز مكانا في المعادلة الفلسطينية الراهنة، وبالتالي تتحرك في هذا الإطار، وهو بيتم على مستوى بعض القيادات المؤثرة، اسمح لي أن أقول مراكز القوى التأثير في حركة فتح، وليس بعضهم في الموجودين في اللجنة المركزية. وأنا أعتقد أن في تجاوب من حركة فتح لهذا، ربما بعد ذلك تتهيأ الفرصة لحوار أشمل. لكن القاهرة تركز الآن على ملف الهدنة الإنسانية، بناء إجراءات الثقة. لم تقدم القاهرة أي طرح، استمعت أكثر مما نصحت ووجهت في هذا الإطار. ربما بالفعل تمضي إلى مرحلتين وليس 3 مراحل، كسبا للوقت وشراء للوقت، خصوصا وأنه القاهرة أيضا تتحرك على جانب إسرائيل، وهناك اتصالات مع إسرائيل، بمعنى أن هناك تحرك على المسارين. الهدف في التحرك المصري تجاه إسرائيل هو التأكيد على إمكانية أن تبنى إجراءات ثقة مرحليا، ويتم الإفراج عن عدد أكبر مقابل تخفيف بعض الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في عمق القطاع، أو في تحديدا في مدينة غزة ومدينة خان يونس وفي النطاقات الاستراتيجية المواجهة، برغم حالة التصعيد اللي موجودة في ممر صلاح الدين. لكن في النهاية نحن أمام تطورات مهمة، القاهرة بتتحرك بذكاء شديد لخبرتها الكبيرة في حالة زخم كبيرة. القطريين أيضا يتواصلون مع الجانب المصري بصورة تفصيلية، ولم لا أستبعد أنه الولايات المتحدة تدخل على الخط. هناك اتصالات أيضا في هذا السياق، الهدف الضغط على إسرائيل في القبول بهذه الأفكار. شكرا، إذا كنت معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا لك.